السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. النهار ان شاء الله غنقدم واحد الموضوع اللي في الحقيقة كل شيء المربين بدون استثناء راهم طايحين فيه، وهو هذه الفترة ديال الصيف، ان التوالد ويعني الانتاج قل عندهم في تربية الارانب. انا كنلاحظ هذه الهضره اللي كنقول لكم كنلاحظها من خلال يعني لي كومونتير اللي كيجيوني. دابا سمو المشكل اللي كاين في هذه الايامات، خليو هاد الموجه ديال الحر تفوت. انتم كما كتشوفوا انا عطيت هاد الارنب، راه ذكر، راه حتى هو قلت الخصوبه ديالو بشكل كبير. انا عطيته الماء، درت معاه الثومه، هذه راها ثومه، راها ثومه والحلبه، درت له هاد الخلطه هذه باش الخصوبه ديالو كتزاد. رانا دابا نشوفوا كيفاش الطريقه ديال التلقيح. منين كاع المربين خصوصا واحد يعني واحد المربي اتصل بيا في لي كومونتير، قال لي ان الذكر ما بقاش كيطيح، يعني ملي كيدير في العمليه التزوج ديالو خاصو يكون كيطلع فوق النتوه، وخاصو واحد اللقطه انه يطيح. فعلا هذا هو التزوج الصحيح. انما كاين بعض الحالات اللي هي مجربه، يعني واخا الارنب كيطلع فوق، يعني الذكر كيطلع فوق الانثى، وهكا كيكون هناك حمل، واخا ما كيطيحش على جنبه او يطيح جالس، يعني ما كيكون هناك حمل. يعني اسمو الفرق، كيفاش نعرفوا هاد الارنب انه لقح الانثى فعلا. اذا غادي نشوفوا هاد المرحله، واخا خصني نوريها لكم في عمليه التزوج، ولكن بالنسبه للقناه ما كيخليوش كيحذروا من الحوايج اللي كيكونوا اما تزاوج ولا شي حاجه بحال من هذا القبيل، كيقولوا ما خاص يكون. المهم انا راني قلت لكم كيكون التزاوج كتكون الانثى تحت من الذكر، كيطلع فوق منها، كيدير العمليه ديال التزاوج ديالو وما كيطيحش. كيفاش نعرفوا ان يعني التلقيح مزيان، و يعني واخا هو ما طاحش على جنبه ولا ما طاحش كاع؟ اذا هذه هي الطريقه، تبعوا معايا. اذا كما كتشوفوا معايا هذه هي الانثى اللي عطيتها عاد دابا للذكر، هو في الحقيقه راه ما لقحهاش. علاش؟ انا دابا عرفت علاش، لان كاين واحد الطريقه سهله كيفاش تقلبوها، وهو تقلبوا لها يعني الجهاز التناسلي ديالها، يعني واش راه فيه شيمه ولا ما فيهش. هذه الطريقه سهله بسيطه، هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما شوفوا الجهاز التناسلي ديالها ما فيهش واحد السيلان. هانتوما الطريقه بسيطه انكم تقلبوا الجهاز التناسلي ديالها، غادي تقلبوه غادي تلقاو ما كاينش السيلان، يعني هو ما طلقش السائل المنوي ديالو باش يكون هناك حمل. هانتوما كما كتشوفوا معايا، هانتوما هي هذه راه كانت عندها حمل كاذب، راه نتفت راسها ولكن ما ولدتش. هاد الفتره هذه حاولوا انكم غير تخليوها تفوت، راها دايره يعني فتره غادي تدوز ان شاء الله، وغادي لان واحد العام وقع بحال هذا الشكل هذا، يعني الاناث ما بقاوش كيعطيو الانتاج، والذكور قلت الخصوبه ديالهم. هذا المشكل راني جاوبت شحال ديال الناس في لي كومونتير، مشكل ديال الحراره. هاد الحراره جعلت ان هاد الانانيب انهم ما يبقاش يقبلوا، كاين الانانيب اللي ما بقاوش كيقبلوا كاع التلقيح، كاين الذكور اللي قلت الخصوبه ديالهم، يعني واخا هو طلع فوق النتوه يعني ما مرماش السائل المنوي ديالو باش يكون هناك حمل. اذا الطريقه هي كالتالي، انكم تقلبوها، يعني تشوفوا الجهاز التناسلي ديالها، شوفوه واش فيه يعني سارد، واش عامر بالسائل المنوي ولا ما عامرش. الا ما كانش عامر صافي، عرفوا ان هناك كاين واحد خلل وتقدر انها ما تولدش، لانها يعني السائل المنوي ما كاينش، ما حاضرش باش تستقبلوا يعني البويضه ديالها ويكون هناك حمل، صافي ما كاينش. اذا هذه هي طريقه سهله باش تقلبوا، يعني تاكدوا ان الذكر راه لقح او ما لقحش. هذه هي الطريقه بسيطه وسهله. اذا هذه هي الحلقه ديالنا ديال النهار، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم واستفدتوا منها. حاولوا انكم يعني
هاد الطريقات تستعملوها، لان في هاد الايامات ضروري ان انكم تبداو في التلقيح باش الامهات يولدوا في واحد في الجو البارد ان شاء الله. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، حلقه زوينه. تكيو على زر جيم باش تستنونا، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.